شال حصتها وطرح معنا رئيس العالمين الكبير وأباهم الحقيقي، يا من أتى بنا إلى الوجود وعلمنا طريق الخلاص ابنه الحبيب، أنت الآن يا رب اصطنع إلينا جميلا وطهر عقولنا وألسنتنا لندعوك بنقاء، اللهم الآب السماوي الضابط الكل القدوس، ونصلي قائلين: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، لكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقوة والتسبيح إلى أبد الآبدين آمين. كن يا رب في كل حين معينا ومساعدا لبؤسنا، وأصلنا وأنقذنا من التجارب لك الملك والقوة والتسبيح، ولابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وكل أوان وإلى أبد الأبدين آمين. والمبحنون آمين. حاكم وقابل شعبان فرق الحاشيق يريدك يومي مريم برا من علم وعدم العلم والمين حياتنا لأهل موصل اللي بعدهم لا يزالون كيعانون من ضغوط داعش. أملنا أنه بهالعيد الميلاد المجيد، ميلاد السيد المسيح اللي هو ميلاد السلام، ميلاد المحبة والإخاء، وبمناسبة هذه السنة الجديدة أن يعمل أيضا استقرار في موصل وتتحرر وتتحرر أهالينا ويروح منهم هالكابوس حتى يعيشون فعلا في محبة وإخاء مثل ما كانوا دائما. موصل كانت سباقة دائما للحضارة وللثقافة والتعاون والتضامن، مع الأسف اليوم بس هي أخيرا كيشوف أنه صار في موصل هي مركز الدمار كأنه والشروة، وهذا الشيء ما يشكل أبدا لأهل موصل. فأمنياتنا تكون دائما خير إن شاء الله وبركة، وهذا العيد يكون فعلا عيد تحرير للموصل، لأن نحن أيضا منطقتنا إذا الموصل ما تحرر نحن نعتبر نفسنا أيضا ما محررين بصراحة. نحن والموصل أكو روابط تربطنا، ونريد نحن نكون دائما شعب واحد وإخوة واحدة نتعاون من ما فيه الخير والبنية. بدي أن نهنئ إخواننا وأهلنا المسيحيين بأعياد الميلاد المجيد وأعياد رأس السنة. الحقيقة حضرنا يوم الأمس وقبل الأمس واليوم قداس في كل الكنائس الموجودة، وهذا دليل واضح ونصر كبير إن شاء الله، ونصر جديد دليل واضح على عودة الحياة إن شاء الله إلى هذه المناطق. أنا أقولها دائما وأعيدها: العراق بدون مكوناته لا يصبح عراق، وخاصة المكون المسيحي.
نحن عشنا معهم في الموصل وفي كل مكان في العراق إخوة متحاببين. حينما جاء الغرباء ورادوا أن يفرقونا، ولكن إرادة الله سبحانه وتعالى ومشيئته لابد أن تعود الحياة إلى طبيعتها. أنا أدعو إخواني المسيحيين في كل مكان أن ينظروا إلى هذه المكان أن هي موطنهم الأصلي، وأن لا يفكروا بمكان آخر. نحن إخوتهم ومعهم نتقاسم الخبز ونتقاسم كل شيء، وكذلك لن نسمح لأحد أن يضرهم بعد هذا اليوم. ضمن اليوم قداس عيد الميلاد المجيد، وإن شاء الله سنة جديدة مباركة في كنيسة الطاهرة، الكنيسة الكبرى في بغداد، وفي أكبر كنيسة في الشرق التي أصابها الحرق والدمار، ولكن رغم كل هذا تم إداء الفرائض الدينية وإداء الصلاة في هذه الكنيسة إحياء لاسم مريم العذراء الطاهرة وميلاد السيد المسيح. إن شاء الله يكون ميلاد السلام، ميلاد المحبة لبلادنا عموما. وحقيقة هذا اليوم يوم سعيد، ليوم السلام ويوم المحبة للكل.